اي والله جزاكم الله خير الجزاء. يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله عماه يا حسين، جئتك لتأذن لي بالقتال. إن أمي هي التي أمرتني بذلك وألبستني لامة حربي. إن أبي هو الذي أوصاني بنصرتك يوم لا ناصر لك ولا معين. عماه، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. ألا ترى الأطفال وقد غارت عيونهم من شدة العطش؟ ألا ترى الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه؟ عماه، والله لا طاقة لي على البقاء في الخيمة
وأنا أسمع نداءك واستنصارك. عماه يا حسين، هذه جبة أبي الحسن، وهذه عمامته، وهذا درعه، وهذا سيفه، فهل لا أذنت لي بالقتال؟ فدتك نفسي يا عماه. إن تنكروني فأنا نجد الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. يا حسين، يا حسين، لبيك 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 يا حسين. يا مؤمنين آجركم الله، فدخل القاسم إلى المعركة فقاتل وجندل الأبطال حتى انقطع شسع عليه، فجلس حتى يصلح. وإذا عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي توجه إليه شاهرا سيفه، فضرب الغلام على رأسه. أيوا قاسما، أيوا سيدا، فنادى بضعيف صوته: عم يا حسين السلام عليك. فجاءه الإمام فقتل قاتله، وإذا بالغلام يفحص برجله، فسقط عليه الإمام وهو ينادي: بعدا لقوم قتلوك، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك. يا ولي بكى ونادى: يا جاسم اش بيدك؟ ريت السيف قبلك حز وريد. هاني لكم يا عمي تخلوني يا وحيد، ولعد خيام العد تفتر. قل له يا عمي ايش قالت من الطبر روحك؟ يا عم ما تراوين جروحك. ويلي يا ولا يا عم ما تراوين جروحك. يا مؤمنين، حمله الإمام والغلام يخطان رجليه في الأرض، يعني قام الحسين منحنيا. جاءه جاء به إلى خيمة بني هاشم، وين خلاه؟ ولوضعه إلى جنب علي الأكبر، صاح: يا شبان والله لا تونوا بونينكم قلب تشعبون، ولتقطعون قلبي من تلعون. يا مؤمنين، أخذ يقرأ علما إليه أو للنساء. دخلت رمل علي من على ولدها، سقطت وين على ابنها، ساعد الله قلبها. هاي المرأة لما رأت ولدها ماذا جرى بها؟ تقول لها: يا ربيتك وعين عليك تربي، ويلي ويحس بيك ليل نهايا. يا قلبي
نعم أخذوها إلى الشام بعد أن راحت إلى الكوفة، ولكن وين دفنت قلبها عند من عند ولدها القاسم؟ متى جاءت إليه؟ جاءت إليه يوم الأربعين. يا مؤمنين، لما وصلت إلى قبر ولدها رمت بنفسها من على ظهر الناقة، تقول له يا ابني جيت توصل قبر النمت بيه، ويل النمت بيه وبكردك الفه وبيك وصي، وليا قبر جاسم عينك عليه عينك عليه، ولا بتراب لحدك لا تغطي. آه ونا ونا، ولو بتراب لحدك لا يا لا تغطي. شو تقول جاسم حاجاها لولا ذكرها لولا؟ قال لها شيء من قبره ناداها لولا سكت ما جاوبها. بعضهم يقولون لا لا جاوبها. ايش قال لها بعد قضية انت حافظها؟ ماذا قال؟ قال يما ذكريني من تمر زاب. مو قبول واحد يسكت، مو قبول ابدا ابدا ابدا. يما ذكريني من تمر زفت شباب من عرس محروم حنيت دم المصاب. يما ذكريني من تمر زفت شباب من عرس محروم حنيت دم المصاب. شمعت شبابي من يطفو حنيت دمي والجفن دار التراب. يما ذكريني توكل من تمر زف بزاخ من برج المخيل جاسم ونوره يتشعشع ناشر جعود على متنى ومثل طير الجنة يلمع. هل هلت رملة وتقلة هاك خيط قلب المقطع؟ شن هي جايس منيتك ثاير بجمرة همتك؟ جنك وفيت برقبتك صاح ليدوف المرضى من ثدي النيبة راضي عيب صاف الحليب وبها الشهادة صار لي قسمة ونصيب. حفيت بدمي خلي فرشو حنتي حنتي دق صوتك شباب والجفن دار التراب. يما ذكريني يما ذكريني من تمر الله الله شلون فزعة من فزع جاسم العمة ضاقت بعين الوسيعة والوفي طشة ويلمة تنومست رملة بولدها حنت ضلع الصبر يمه
صاحت النية راشدة وقلب أمك الله يساعدة، صاح لي وصي والدة عالوصية يبيع دمه، أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف، هذي وصيتي يلتي سمعوها حنة دمي والجفن والجفن ذا يما ذكريني تمعني يما ذكري من تمور هنا يلغذي تروحك من ثمر روح وحليبي من نصيبك هالشهادة واليسر يا ابني نصيبي بالجهد بيض لي وجهي يا ضو عيوني وحبيبي ناداه لا يصيبك رعب جدميلي لا مات الحرب والنايبات ما تصوب ادعي والصار مجيبي والوفا شانه ينعدم به الوجود وانا وجداني يغتنم جنة الخلود نية بديوان جدك تكتبها حنتي دمي حنتي دمي والجفن دار التراب يما ذكريني يما